أستاذ داوود، يعني السينما الجديدة، أعتقد أنت كنت في مهرجان كان. لا لا، ما رحتش مهرجان يبقى أنا كان. أخطأت. السينما الجديدة، كيف ترى السينما المصرية الجديدة؟ أرى السينما المصرية الجديدة، أنا رأيي إن في مأزق، يعني لأن دلوقتي الإنتاج يا إما إنتاج تجاري شديد التكلفة وبيعرض في صالات عرض غالية وبره بره وجود بره الأماكن اللي فيها طبقة وسطى يعني عادية فده نوع، والنوع الثاني هو النوع اللي بيعمله الشباب اللي بيبحثوا عن تمويل. وأنا رأيي التمويل مش غلط ومش حرام ومش عيب ومش يعني ما بتكلمش بالطريقة دي، وإنما التمويل أنت بتضطر إنك عشان تاخد التمويل إنك تبقي بشكل ما بترضي الممول. بل بترضي بمعنى إن الممول عايز يشوف حاجة معينة، عايز يشوف حاجة في مصر معينة، فبتبقي أنت بتعملي له ده، بتقدمي له ده. فبالتالي ما بيهمكيش قوي، انما بيهمك الممول الاجنبي. وده وعلشان كده رايي ان لازم الدوله تعمل دعم للسينما وهي اللي تعمل التمويل ده.